نعرف أن الأمة إذا اجتمعت، الأمة إذا صارت موحدة، الأمة إذا صارت تحط إيد بإيد وتتوحد وتنبذ الفرقة وتنبذ التمزق وتدعو إلى الوحدة والوئام تنتصر، ما في شك. مو ذاك يجمع أولاده يقولهم أنتوا صيروا جميع لا تتفرقون، جابوا ليش كم عصا، جابوا لعصي جمعهن، لما جمعهن أراد أن يكسرهن ما قدر، بعدين لما فردهن وحدة وحدة قام يكسرهن وحدة وحدة تكسره. قالوا ملاحظوا أن الاجتماع يسويكم أخويا، والتمزق يسويكم ضعفاء، فأنتوا لا تتمزقون، خلي يسند بعضكم بعض. زين هاي سنة من سنن الكون. شلون سنة من سنن الكون؟ مو الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ تنازع يؤدي إلى الفشل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعرف نفسه على حق وأتباعه على حق، يقولهم والله أنا ما أرى إلا أصحاب معاوية سيغلبونكم. قالوا لي ليش يا أمير المؤمنين؟ قال لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. هذول مجتمعين على الباطل، واحد ساند الآخر، وأنتوا أصحاب حق وممزقين، كل واحد رايح واحد منا واحد منا واحد منا، وهكذا. هذا التمزق يؤدي إلى الضعف، هذا التمزق. ولذلك المصيبة الآن مجتمعنا عدنا بها المعنى هذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الإمام سلام الله عليه يقولون أنتم مع أنكم على حق، ما يكفي أنتم بس على حق، أكو سنن. الله وضع لنا قواعد بالكون، من هذه السنن أن الاجتماع قوة والتفرق ضعف، لا تتفرقوا. إحنا نجي الآن مثلا تلقانا إلى التفرق أقرب، ما نحب أن يجتمع بعضنا مع البعض الآخر.